اليوم برحلتنا الصباحية حكينا سابقا عن أهمية الجمال للمرأة، فللمرأة حصة كبيرة اليوم برحلتنا الصباحية. رح نحكي عن الإكسسوار، قديش مهم الإكسسوار للصبية ولا السيدة لتكمل إطلالتها، لتقدر يمكن تعمل لمسة أو بصمة خاصة فيها. وكل الصبايا والسيدات يمكن بيحب يكون عندهم صندوق خاص بالإكسسوار الذي يقدروا يتزينوا فيه كل يوم. لنحكي عن الإكسسوار قديش بيضيف لمسة جمالية لإطلالة الصبية أو السيدة. معنا مصممة الإكسسوار سمية مارديني. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا الخير. فيكي. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يسعد صباحك. أول ما بلشتي تفردي القطع بقول اليوم في توجه جديد بالإكسسوارات. عندك سابقا كنا نشوف الإكسسوارات الناعمة البسيطة، اليوم مع بداية الصيف هلا ودعنا وبلشنا بالخريف يعني، بس بعد الناس لسه تلبس الإكسسوارات، عم نشوف ألوان كتير، حجار كتير، وعجقة يعني قطع أكبر. تمام. الموضوع مختلف يمكن هاي يعني السنة عن السنوات السابقة، خاصة يلي بيعرف شغلي إنه حيحس إنه أنا هلأ هون أخذ خطوة جديدة. صحيح. خطوة جديدة. تمام. الإكسسوار هلأ نحن الناعم له وقته، هيك قطع له وقتها. يعني كل شيء مع يعني كل قطعة إلى وقتها. هلا هاي القطع حلوة بتمشي خريف صيف مثلا كيف ما كان، يعني كيف ما لبستيها هي شغالة، حتى بالشتاء شغالة. يعني على الكنزة القبة العالية يعني هلا بأول الخريف أو بأول الشتاء بنبلش نلبس شغلات سادة أكثر. حلو إنك تلبسي شغلة شوي مبينة واضحة يعني مثل القطع يلي عم نشوفها. خلينا قبل ما نحكي يمكن شوي عن القطع، الالوان كمان يعني اليوم عم نشوف الوان كثير، يعني اذا بدنا نحكي هي طوق وسواره. تمام. وعم نشوف الخيط مش سنسال يعني، هلا دارج اشتغلنا يا خيوط جلد, جلد. يا خيش بتحسيهم قريبين او قاسين، مش سنسال بسيط يعني. كنا نشوف سناسل ومع الحجر الكبير المعتق، حتى نخلص من قصه شوي انه بيروح لونه بتقطع وهالقصص هي، خاصه انه هلا دارج الجلد يعني كثير كمان موضه، فاشتغلنا الاحجار بالجلد. هلا يعني هن الحجار لحالها عم تحكي، يعني بتحسي الحجر لحاله يعني، هلا مثل اللي بايدك انا مطبقتهم طوق واسواره، طوق عمي اسواره، طوق واسواره هيك كثير حلوين. هدول طوق هدول ما هدول عم يتاخذوا اما طوق لتلبسيه على كنزه كثير ساده، او مثل ما قلنا هيك اذا بلشنا القبه العاليه، وكمان انشروا من عندي تعليقات سياره. حلوين. يعني بتحسي لا يعني فيني استثمروا لاكثر. تمام. يعني واصلا هي كثير غريبه القطعه، يعني كثير مهضومه هي. هلا هون شفنا لون هون الملون، انا حابه الملون اكثر لانه السادة. بيكون عندك خيارات اكثر باللبس حتى بتطبيق القطعه. وحتى مثلا اذا بدنا نشوف هون مثل هاد كثير القطعه حلوه، هذا بيطول بيتاثر معه، بيطول بيتاثر هي بس بتنشد الجلده. تماما. يعني الجلد اذا بدك على الكاميرا بينشد عندي بيتقصر، ورد اذا بدي طوله بنفس الطريقه يعني فيني يعني شوفي حتى ما بيقطع قديش اكل ضربه. لانه السناسل كمان بتقطع. تمام. هي بتاكلي همها حتى اذا كان طويل او قصير. هون فيكي هذا خلص ما بتحكمي بالقياس. وقطع حلوه وغريبه، يعني عم تلبسي شيء ماله يعني كثير كل الناس لابسه مثله. ايه يعني منه كل العالم بتلاقي، لانه اذا في قطعه بتلاقيها ترند كل العالم لبست منها. يعني وشفنا حتى الحجر حنون، يعني بتحسي انه هيك خفيف على الرقبه. تمام. يعني ما له حجره ثقيله، يعني هلا اذا بتلمسيه هو ما له وزن ثقيل، بس منظره عاطي انه هو كل شيء كمشته وزنه خفيف. هذا اللي لفت لي نظري. يعني نحن هذا العقد في اكثر، يعني بدنا نشوف كم عقد مع بعض هدول. دوار كثير طوال كثير خفاف وخفيف، يعني متقال على الرقبة. متقيل على الرقبة. تمام. بس هو كشكل كثير فخم. يعني انت لابستيه كثير عاطي فخامة. يعني قد ايه بحبوا الصبايا لهالموديلات؟ اليوم عم نشوف توجه هيك كبير، يعني قلت قبل انه انت كنتي عن ناعم السادة. هلا لا كثير، لانه كمان بتغني، ما بصير في عندك اكسسوارات كثير. يعني ممكن انا البس قطعة ما البس اكثر من قطعة اكسسوار. هلا انا اول ما اشتغلت كنت شوي خايفة انه بركي الصبايا ما حبوا، مو طبيعي بيشبهوكي اكثر انا يعني، وقصة جديدة علي وهيك يعني، بس الحمد لله لقيت كثير في اقبال، كثير الناس حبت فكرة انه هي قطعة غريبة، يعني قطعه تبع عم تشتري قطعه انه هي ما في حدا لابس مثلها. يعني شوفي حتى هاي على الحجاب قديش حلوه، يعني بتلبس على حجاب. هاي اكسسوارات الصبايا المحجبات هي نقطه كثير مهمه، يعني بحب القطعه اللي ظاهره لقدر انا يعني تبين يعني على ثيابي. كثير واضحه القطعه وكثير حلوه ولونها كثير حلو.
يعني لونه كثير مميز. يمكن حتى الصبايا اليوم عم يتوجهوا للاكسسوار لانه بسبب يعني ارتفاع الاسعار، الغلاء الاقتصادي، انه ما عاد فينا نشتري قطع، لا فيك تشتري ذهب ولا شيء، عم يتوجهوا للاكسسوار بشكل عام. يعني حتى الذهب البرازيلي ما عاد كثير قدرنا نشتري لانه كمان مكلف وغالي. صحيح. يعني صرنا نتوجه انه نحن بدنا قطعه اقدر البسها ضاين معي ما يروح لونها. فانا حاولت يعني شفتي بهي كل القصص اللي كانت موجوده حاولت اني ما كثير احط سناسل. يعني وحتى كل الاذواق، يعني احنا عم ناخذ احجار كبيره صغيره متوسطه يعني كل الالوان. شوفي هالقطع شو غريبه لولو، هي مخمل يعني هي العقده، احنا عم نحكي قماش مخمل شاموا ممكن نشوف. يعني انا كثير حاولت انه هالمره ما كثير نحط سناسل بسبب انه مشان ما تروح لونها، مشان ما هيك يعني لانه ما عاد فينا نتجه حتى للبرازيلي صار شوي غالي. صحيح. قلتي خلال حديثك انه كلهم انباعوا يعني من خلال مشاركتك الدائمه بالمعارض، ومعارض الاخير معرض بأيدينا للاعمال اليدويه التراثيه، في مشاركات كثير كبيره لمشاريع كثير مهمه لصبايا وسيدات، وفي يمكن فينا نقول هيك مجتمع صغير بقلب هيدا المهرجان. خلينا نحكي عن هيدا المهرجان، مشاركتك فيه والتفاعل مع الناس بعتقد هو أهم نقطة. يعني لما تشوفي هيدا التفاعل من عيونك، يعني أنتوا وجه بعض عم تشوفي ردة الفعل مختلف على السوشيال ميديا والإنترنت طبعا. والتواصل الآخر. هلا أنا أول شيء بدي أشكر المكتب الإقليمي اللي استضافنا بمهرجان بأيدينا. كثير كان المهرجان مرتب كثير حلو، نحن امبارح كان آخر يوم. ومثل ما قلت يعني أنا حبيت فكرة، يعني كثير في ناس إجت لعندي على الستاند وتقول لي إنه كثير شغلك حلو، ستاندك كثير مرتب، يعني هذا كثير أعطاني دفع إنه أنا كمل. يعني مثل ما قلت عملت عروض حلوة بالمهرجان؟ هلا مثل يعني هلا أنا كان عندي عروض كثير، حتى كثير مشاركات، كان في عروض يعني الناس كانت عم تروح، كان في مشاركات كبيرة كبيرة وفي عروض حلوة. تمام، في عروض حلوة، في أشغال كثير كانت مميزة. وكل الأشغال يعني أحلى شيء بالمهرجان إنه هو كان أعمال يدوية بس. مثل ما قلت لك يعني كثير كان هيك حنون تحسي كمان دافي لانه شغل ايد كله حلو. غير انه كمان شغل ايد، كان في عنا عازف ناي، كان في عنا مطرب كل يوم يجي حدا، يعني كثير بتحسي الجو كان مميز. طيب سمية خلينا نحكي عن نقطة كثير مهمة هي مراعاة الأسعار اليوم والوضع الاقتصادي، قديش بتحطيها بعين الاعتبار لتقدري توصلي لكل الصبايا اليوم؟ لأن قد ما بقدر بحاول اني احط مربح قليل بحيث انه تقدر الصبايا انه تشتري قطعه يعني. بس كمان بنفس الوقت يعني ما فيك كثير تنزلي يعني طبعا تماما. يعني هلا في عندي القطع، انا ما زلت لحد الان على طاولتي فيك تشتري قطعه ب 1500 ليره. هذا الحلو يعني طبعاً. اليوم عم نسمع، انا عم اسال مش انه قديش، يعني انت اكيد هذا الشغل يدوي بده كثير وقت، هذا كثير بده كثير تعب ومكلف، والقطع يعني يوم عن يوم عم تغلى اساسا طبعاً. لما تروحي تشتري القطع، بس لما تقولي انه ممكن انا بالستاند تبعي في قطع ب 2000 ليره وفي قطع ب 25000 تمام، او فوق ال 25000، انه انا احصل على هي الشريحه كامله، يعني تقدر كل صبيه تقول انه انا قدرانه اشتري قطع يعني حتى هي القطع يلي عم تشوفيها كثير فخمه، انا يعني حاططها باسعار كنت بالمهرجان بحيث انه اذا اجت صبيه حبت تشتري تقدر تشتري. يعني تقدر تشتري قطعه ولو لمستي من الناس لما يقول لك اسعارك مختلفه عن الكل. وكثير يعني كثير اجت ناس قالت لي انه انت احلى ستاند وارخص ستاند، يعني قطعه عندك حلو لما الواحد يشتغل بنور الله. يعني ارخص بمعنى انه هي طلعت مثلا شافت باقي القطع لقتها كثير انه اسعار ما تقدر تشتريها، قدرت تشتري قطعه من عندي يعني ولو قطعه يعني حلو. اوكي يعني شيء حلو، يعني حلو الواحد يشتغل مثل ما قلنا بنور الله. يعني اكيد ما راح، ما عم نقول للناس تفرط بتعبها او جهدها، بس حتى المربح يكون مثل ما قلنا مدروس شوي طبعاً. لتقدر كل الناس تشتري. خلينا نحكي المشاركه بهي المعرض قديش ضافت لك، لما نحكي عن معرض كامل للاعمال اليدويه التراثيه قديش شفتي شغل ناس اخرين، يمكن تبادل بالافكار بالاراء، يمكن فيكم تعملوا حتى شغل سوا وبنفس الوقت تتنوروا سوا. هلا هو كثير كان متنوع، يعني انه احنا مو بس اكسسوار. صحيح. يعني انت بتفوتي على المعرض في عندك الغذائيات، عندنا الكروشيه، يعني عندنا سيدات شغله شغل كثير حلو. هلا انا بما انه انا دارسه من الاساس تصميم ازياء ففيني اشتغل يعني كثير شغلات يدويه، بس انا الاكسسوار اخذ كثير من وقتي، فلما شفت الصبايا عم يشتغلوا بالكروشيه رجعت حسيت حالي انه انا هيك
حمسوني انه ارجع امسك السناره ارجع اشتغل من اول وجديد. يعني بتحسي الجو كلياته بخليكي ابدعي، يعني ترجعي تشتغلي، ترجعي تطلعي طاقتك، ترجعي تتفاعلي من اول وجديد. صار في تبادل افكار مع مشاريع اخرى؟ طبعا اكيد. يعني حتى المكتب كثير ساعدنا وكثير عطانا يعني شغلات نساعد فيها، مثلا لحتى نروج بضاعتنا حتى ننشر، مثلا بوابه للتسويق بطريقه اخرى. يعني شبكتوا مع يعني شبكتوا لمعارض اخرى من خلال هيدا المعرض، لمحطات طبعاً اخرى مدروسه اكثر. يعني اجى اكثر من حدا شافنا، واجى اكثر من حدا تعرف علينا وتعرف على شغلنا، تعرف على منتجاتنا. يعني هذا كمان كلياته يعني لنا مفيد. يعني بجوز نحن يعني بوقتها ما تستفادي، بس بعدين بتلاقي الافاده. يعني عملك بوابه على معارض ثانيه اكيد. يعني هذا شيء بيفتح لنا لقدام. يعني نحن بحاجه هلا هيك قصص، يعني بحاجه لحتى ولو دعم. هي نقطه كثير مهمه، خلينا نوقف عندها. انتم بحاجه هي قصص، لانه بنعرف ما عندكم محلات لتقدري انت تعرضي منتجاتك، وبنفس الوقت يمكن هو التسويق عم يروح صوب يعني باتجاه السوشيال ميديا اكثر، اللي صايره مكتسحه فينا نقول العالم. بس قديش مهمه لشغلك هي المعارض، للتعريف لمنتجاتك. لما اقول انه سميه كانت بهيدا المعرض وهيدا المعرض، وهو بوابه للمشاركه بالمعارض الاخرى. هلا انا اذا بدك تيجي تقولي لي بتشاركي بمعرض ولا بتروجي على السوشيال ميديا، انا بحب المعرض. صحيح. يعني انا بحب القطعه تنلمس هيك بالايد، يعني تنشاف، تشوفي قيمتها، تشوفي شلون مشغوله. اما بالسوشيال ميديا يعني انا قد ما صورتها حلو ما لها لحد تبين. هاي المعارض بتخليني انا احتك بالناس، حتى اسمع ارائهم، اسمع حكيهم، اتشجع اكثر، انتج اكثر. هلا انا بفضل المعرض عن مبيع السوشيال ميديا. يعني انا امتى ما قالوا لي في معرض تلاقيني رايحه، لانه نشيطه معروفه. تمام. يعني حلو انك انت، انا بحب الترويج يعني التسويق بالمعارض اكثر من السوشيال ميديا. في مشاركات قادمه؟ يعني في جدول مشاركه بمعارض اخرى نحكي عنها عشان الناس اذا بدها تعرف وين رح تكوني موجوده؟ تمام. هلا عندي بازار بعد اسبوع تقريبا. والبازارات مهمه مثل المعارض. تمام. مثل المعارض. صحيح. بس وقتها بيبقى شوي اقصر. عندي بازار بالماسا بالميدان، وعنا على اول الشهر جاي معرض، بس يعني مالي متاكده انه حيصير او لا. موفقه بكل الاحوال. وين بتطمحي توصلي سميه؟ يعني انت بمشروعك وين بتطمحي توصلي؟ انت عم تقولي دارسه تصميم ازياء، وبنفس الوقت الاكسسوارات هي ازياء من نوع مختلف، يعني اخذ من وقتك بشكل كثير كبير. هلا انا يعني كيف بتطمح؟ هلا انا اول شيء حلمي اني افتح محل ان شاء الله. صراحة. ان شاء الله يا رب. يعني هذا اكثر شيء حاليا بتحسيني انه انا هيك عم فكر فيه. ان شاء الله قريبا. يعني. بتمنى مثلا اطلع شارك معارض برا. اوكي. يعني هذا الشيء كثير حلو، يعني حتى بخليكي انت تتشجعي لتشتغلي اكثر او تشوفي ثقافات ثانيه. صحيح. يعني هدول اكثر شيء حاليا دائما هيك عم فكر فيهم. يعني ان شاء الله. اكيد سميه مارديني مصممه الازياء، بنتمنى لك التوفيق اكيد بكل محطاتك القادمه. وانت صبيه سوريه جميله بنعتز وبنفتخر فيها، وبنتمنى هيك كل الصبايا فعليا يلاقوا مشروعهم الخاص ويبلشوا فيه. شكرا كثير لك. شكرا لكم دائما. شكرا على استضافتكم. اهلا وسهلا فيكي.